رحت السينما ان ما حدش يلمسنا لمسه غلط، في لمسات حلوه وفي لمسات وحشه، ما حدش يعني يلمس جسمي غيري انا، حد غريب يقول لي تعالى وكده ما اخدش عليه واروح على طول راح يحلو. لازم تصرخ وتقولوا يلحقوني، يا اما تنادي على ماما، يا اما تنادي على بابا، يا اما تنادي على اي حد كبير يعرفك وتقولي له عشان يحل لك المشكله بتاعتي. هصرخ، هروح اشكي لابويا وامي، اصرخ وصوت اهرب او اصرخ او انادي حد كبير. يعني لازم تفهمي يا سوكا، في لمسه حلوه في لمسه وحشه، لمسه الوحشه لازم اصرخ، لازم اجري، لازم اقولها واقول لا. اقول ايه؟ لا. اقول ايه؟ لا. يعني لو حد لمست نروح نشكي لبابا وماما ونقول حقوني. واحد قال لك تعالى معايا هجيب، لو هدي لك هجيب لك اللي انت عايزه لو جيت معايا، نقول له لا، نقول له لا، ولو مسك يدي اصرخ ولم عليه الناس. ولما نعرف لازم نعلن اذا حد كان جنبنا وانقذنا. انزل الحمام ما حبش حد يخش معاي يقول لي تعالي اركب العربيه ما اركبهوش او يلمس لي لمسه وحشه. ايه هو بيقول لي ادخلي جوه؟ ايه ينفع يا رب ادخل جوه معاه؟ لو بابا معانا ماشي، لكن لو بابا مش معانا ينفع ندخل؟ يلا قول لها لا يا سوكا، لا يا سوكا، لا يا سوكا، لا يا سوكا. انا مخطوب رغم العيوب، انا مخطوب رغم العيوب. قول الله نشهد الله، بيش انخاش، بيش انخاش، بيش انخاش. انا شخص مهم جدا، أنا شخص مهم جدا، أنا شخص مهم جدا، أنا شخص مهم جدا. أهم حاجة إن أنا شخص مهم جدا. أنا شخص مهم جدا ومحدش يلمس جسمه.